السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله جاي اكلمكم فيه عن فيديو، هو طبعا بعيد كل البعد عن السكين كير والميك اب والحاجات دي. هو عباره عن فيديو يعني ايه لستات البيوت، فاهمين؟ فيديو كده ريحته نظيفه نظافه، فانا حابه اكلمكم فيه عن الدوني اللي انا عملته في البيت. الدوني ده يبان زي ما انتم شايفين كده تقيل، وشايفين شكله عامل ازاي. هفتحه دلوقتي وهتشوفوه سوا مع بعض. عمل معايا كميه حلوه قوي، وكل ده يا بنات انتوا مش متخيلين عملت الكميه دي كلها بكام. والله هتتصدموا، انا عملت الكميه دي كلها ب 30 جنيه، بالازازه الزئريه دي زي ما انتم شايفين كده. الازازه دي مكتوب عليها ان هي بتعمل 6 كيلو، ومكتوب عليها في تعليماتها ان ممكن كمان تخففيه لحد 8 كيلو. انا عملت ال 8 كيلو، عندي حله كبيره عملت فيها 8 كيلو 8 لتر والله يا بنات. وكمان زودت عليها ميه لان هي تقيله، انتوا فاهمين؟ ولو انت عايزه تزودي اكتر تقدري توصلي معاكي لحد 10 لتر كمان ب 30 جنيه. تخيلي انت بتجيبي بره الدوني اللي هو السايب بكام، انت تشتري الكيلو ب 10 جنيه، كان من 8 ل 10. في اماكن بتبيعه ب 8 وفي اماكن بتبيعه ب 10، نقول عشان الحاجه غليت ان هو بيتباع ب 10، تمام؟ هو حتى زي ما بوريكم مكتوب عليه من ورا اهو، من 6 ل 8 لتر في التعليمات بتاعته. لو هو بيتباع ب 10 جنيه، لو انا عايزه اجيب 8 لتر اللي الازازه دي بتعملهم يعني ب 80 جنيه، طب ما انا ممكن اعمل اللي هم ب 80 جنيه انا اعملهم ب 30، وابقى انا اخدت ال 50 جنيه الزياده دي انا استفاد بيها لبيتي احسن، انا اولى بيها في اي حاجه تانية، تمام؟ الازازه زي ما انتم شايفين يعني دي ازازه كبيره اللي هي لتر ونص، وازازه تانية دي اللي هي سبيروس باتس دي، انا مش عارفه لتر دي ولا كام. زي ما انتم شايفين كده انا اخده منها حبه لان عامله بيها معطر، بحطهم على حبه ميه وبرش بيهم من الانتريه والارضيات وكده، تمام؟ والستاير عامله ازازتين اللي هي الصغيره دي، وعامله ازازه كمان اللي هي الديتول. زي ما انتم شايفين ازازه الديتول عندي فاضيه مليتها، وزي ما انتم شايفين يا بنات حجمها كبير مش صغير برده، 475 مللي، فانا دي كانت فاضيه ومليتها زي ما انتم شايفين كده. ازازه البيبسي الصغيره دي انا عامله منها ازازتين، يعني ازازه خلصتها وازازه اهي، وكمان الثالثه اديتها لمامتي، يعني عامله منها ثلاثه كمان مش اثنين. ولسه مفضل حبه في الحله، هوريهم لكم الحله اللي كنت بعمل فيها، وكل ده من الازازه الصغنونه دي، انتم متخيلين؟ وهي كمان باللافندر، فهتشوفوا دلوقتي معايا مكتوب عليها زهور اللافندر زي ما انتم شايفين كده. دي يا بنات الريحه بتاعتها، يعني في كمان منها اللي هو الاصلي اللي هو بيبقى لونه لبني، هي البراند اسمها برو ماكس اللي حابب يجيبها. طبعا دي مش دعايه ولا اعلان ولا اي حاجه، والله هم ما يعرفوش عني اي حاجه ولا انا عارفه عنهم حاجه، انا جربتها بالصدفه يعني. فبجد البراند دي حلوه، اللي انا جربتش منها غير الدوني، مش هقدر احكم على اي حاجه تانية من المنتجات بتاعتهم يعني. فالدوني بتاعها بجد فظيع فظيع فظيع. الازازه صغننه بس بصوا عملت كميه قد ايه، حلوه قوي حلوه قوي في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا فعلا في غلا وكل حاجه غاليه، وان انا عشان اروح اشتري كيلو ب 10 جنيه، فبجد حرام. انت تقدري تجيبي دي وتعمليها انت في البيت، وهتديكي والله كميه حلوه، ما تستهونيش ان الازازه صغيره خالص، لا هي مكتوب عليها 6 كيلو والله، وترمي معاكي لحد 10 كمان. فيعني اللي عايزه تجيبها تجيبها على ضمانتي. انا بحاول ادور لكم على حاجات تكون موفره، وحاجات في نفس الوقت هي فادتني، وحاجات انا يعني شايفه ان هي حلوه وطالعه اقول لكم عليها. حلوه قوي يا بنات الازازه الصغيره دي، انتوا مش متخيلين قعدت معايا قد ايه، ان انا كنت بغسل بيها يعني. دي تاني واحده باخد منها حبه على الغسيل، بتخلي ريحه الغسيل حلوه قوي، بتثبت في الغسيل وبتنعم الغسيل، وما يفرقش اي حاجه عن الدوني اللي احنا كنا بنجيبه بقد كده، الازاز اللي هي الدوني الاصلي الغاليه والله العظيم يا بنات. فبجد هاتوه، اللي هتجيبه بجد هتدعي لي من قلبها تشكرني بجد ان انا يعني قلت لكم عليه وان انا عرفتكم عليه بجد والله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، ده اللي هو بقى في الحله، هوريكم القوام بتاعه. القوام بتاعه داهيه تقيل قوي، بصوا شايفين عامل ازاي، بينزل بالعافيه، مش اللي هو بقى بيجري، لا يعني انتوا شايفين بينزل ازاي بجد، يعني حلو قوي. انا مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، مش عارفه اشكر فيه اكتر من كده بجد. فاللي هتجيبه هتنبسط بيه قوي قوي قوي. غير يا بنات ريحته، ريحته حلو قوي، اللي بيحب اللافندر بجد هيحب ريحته، انما اللي مش بيحب اللافندر يقدر يجيب اللي هو بقى اللبني، تمام؟ تقدري بقى تحطيه على بخاخه في ميه، تمسحي بيه الخشب بتاعك، تقدري كمان تلمعي بيه اي حاجه عندك مثلا ازاز، كمان تقدري تحطيه في الميه بتاعه مسح الارض وتمسحي بيه الارضيات، تقدري ترشيه على المفروشات، مفيش منه ما تخافيش مش هيبقع ولا في منه اي ضرر لانه اصلا الغسيل، فما تخافيش منه خالص، بالعكس هيخليك ريحه المفروشات حلوه وريحه السجاد حلوه. وبس كده بنات هي دي استخداماته، واتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون خفيف على قلبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله، باي باي.